بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من حصة مونشيت. وقد كنا في الجزء الأول نتحدث عن الوضع العام السياسي في البلد مع العقيد المتقاعد حميد العربي الشريف. نواصل في هذا الجزء الثاني، لكن هذه المرة سنرحل خارج حدود الوطن ونحاول فهم ما يجري في حدودنا ومحيطنا وما هي تأثيراته على الوضع في الجزائر ومستقبل العلاقات مع الدولية للجزائر. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك سيادة العقيد السياسي. نعم مرحبا. وأيضا المهتم بالمسائل الجيوسياسية، سبق لك وأن قمت بتحليلات في هذا المجال، ونستفيد في هذا الجزء من المعطيات التي ممكن أن تقدمها والتحاليل التي يمكن أن تسدي بها. أولا، الوضع يعرفه الجميع، يعني تطورات متسارعة آخرها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية باحتلال المغرب للصحراء الغربية، أيضا مقابل تطبيع أو ترسيم من التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني، وقبله كانت هناك أيضا استفزازات للجزائر، صح أن نسميها استفزازات. كيف تقرأ يعني هذه التطورات المتسارعة في هذا الوقت بالذات؟ شكرا. دعني أقول لك في البداية، يجب أن نسمي المسميات بأسمائها. إذا أردنا أن نصل لحد لازم تكون عندنا تشخيص فعلي. أولا، لا يجب أن نغفل شيء، أن هناك عندنا فشل دبلوماسي ذريع. نعم. يعني الفشل الدبلوماسي الجزائري منذ أكثر من 20 سنة وهو غائب. يعني فقدنا الملف الليبي، فقدنا الملف تاع المالي، وهذا اليوم سنأتي إلى كل هذه الملفات. دعني أقول لك في البداية أن العالم شهد منذ 2011 بداية ثورة الربيع العبري كما أسمي أصطلع عليه، هناك مشروع الشرق أوسط الجديد، تقسيم المقسم، تقسيم الولايات العربية إلى دويلات متناطحة متناحرة، وتكون إسرائيل أو ما يسمى أيضا بالفوضى الخلاقة، عن طريق الفوضى الخلاقة. والفوضى الخلاقة هي الجماعات الإرهابية التي تخدم أجندات الدول الصهيو أمريكية والاستعمارية في المنطقة. كانت دائما، أنا كنت دائما أقول منذ 2014، قلت لهم كاين سوريا، بعد سوريا جي الجزائر. وهذا الكلام بالمناسبة لما كنت أتكلم، أنا كانت لي زيارة في 2014 إلى سوريا، والتقيت مع مفتي الجمهورية الشيخ بدر الدين حسون. آنذاك أول ما سلم علي قال لي سيادة العقيد، قال لي الجزائر هي بعد سوريا. نفس الكلام سمعته عند رئيس أركان الجيش السوري، نفس الكلام سمعته عند أطراف كثيرة سورية. وهذا الشيء لم يكن نابع من شيء، ولكن نابع من واقع أن الدول اللي شاركت في حرب 73، شوف حالها، مصر، سوريا، العراق، اليمن، الجزائر وليبيا. يعني الجزائر بعدما خرجت من دائرة الإرهاب التي سلط عليها في 88، بعد 88 في التسعينات، اليوم هناك الشوط الثاني بأدوات جديدة، باستراتيجية يعني فيها عملية انتقام، بارك الله فيك، دفع الجزائر إلى، لأن لا يقبلون الدول العربية كبيرة بالمساحة وبشعبها وعندها تاريخ أن تتزعم المنطقة أو تكون عندها صورة نمطية. حوسوا على دويلات صناعة بريطانية ورعاية أمريكية، واليوم لا بريزون شارج با إسرائيل، بس هذا الواقع اللي عايشين فيه اليوم. العالم العربي يريدونه، أن هم أغلبهم صناعة بريطانية مثل إسرائيل، وكانت ترعاهم أمريكا، واليوم أمريكا تسلم مشعل لإسرائيل لتقود المنطقة العربية، تكون هي الفاعلة في المنطقة العربية. هذا ما يحدث، ولا يرضون بالجزائر، دولة اللي عندها استقلاليتها، دولة اللي عندها ماضي مشرف في تاريخها. دائما نقول للجزائريين ما تنسوش أن أجدادنا قبل 1832، أن الدولة الوحيدة إحنا الجزائر اللي كان عندها وقف بمئات الهكتارات من الزيتون والقمح والشعير لفقراء مكة، ووقف لفقراء المدينة، ووقف لبيت المقدس.
احنا الدولة الوحيدة، الشعب الوحيد لسيدي بوبدية رحمة الله عليه فقد ذراعه في الدفاع عن فلسطين، وعدنا باب المغاربة اللي بنوه الجزائريين يكون واضحين جدا. لذلك وكذلك تاريخيا يعني احنا في 48 كنا تحت نير الاستعمار، واذا ذهبوا جدودنا منا من الجزائر، وانا بالمناسبة عندي من العائلة من ذهبوا واستشهدوا في فلسطين شاركوا في الدفاع عن فلسطين كثير في 67 نفس الشيء، وفي 73 كان دور كبير للجيش الجزائري الذي أرعب جهره في ذاك الوقت. هذا لن ترضاه لك إسرائيل في المنطقة. ولا تنساش كذلك قبل التسعينات دائما نفكر حالتين، أن في 87 الجزائر كانت سباقة لجمع لم شمل الفلسطيني كانوا متناحرين، وفي 88 إعلان قيام دول فلسطين، وهذا لن ترضاه لنا. ذكرت عدة أسباب بدأت بفشل الدبلوماسية الجزائرية، وتحدثت أيضا عن ثأر أو انتقام دفين يعني منذ حرب 73 يعني، وذكرت البلدان التي كانت مستهدفة منها الجزائر، عاملان على متضامنان الآن لإنتاج نوع من القلق وربما الإحساس بتهديد أو شيء من هذا القبيل. ما العمل أمام هذا الوضع؟ أقول لك الوضع اليوم اكتشفنا هذا الإخفاء الدبلوماسي، اكتشفنا أن كل دول العربية ضدنا، وأن إفريقيا كذلك دولة بعد دولة هي تعترف بمغربية الصحراء وتبعث في. هل نستطيع أن نواجه كل هذا؟ لا نستطيع المواجهة. شوف نحن نشوف دولة إذا ما كنتش عندك ابتكار، إذا ما كنتش رجل قادر على إدارة الأزمات الله يرحمك. اليوم قادرين. أنا نقول لك كذبة، لو كنت في مكان رئيس الجمهورية أنا كنت أتصرف زوج تصرفات أو ثلاث تصرفات، كنت أقلب المعادلة. أولا نبعث وزير الخارجية تاعي لإيران، بتكون رسالة لدول الخليج ولصهيو أمريكي لإيران. كنت أتصل بحزب الله وأتصل بالمقاومة الفلسطينية حتى أبث أنقل الرعب من حدودي إلى حدودهم. ولكن العلاقات مع إيران لا العلاقات فاطرة، العلاقات فاطرة، ولكن أنك اليوم عليك أن تختار الجهة اللي راك فيها، لأن الجهة كلها ضدك. ثانيا اليوم علينا تعزيز علاقاتنا مع شريكين مهمين بالنسبة للجزائر، الصين وروسيا، وتكون علاقات يعني جد كبيرة، وتبادل وفود عسكرية وبوارج عسكرية وكل المنطقة. لازم اليوم نخرجوا هنا، هو انتم خذيتوا أمريكا وإسرائيل تحت ذاك وضد الجزائر، أنا عندي روسيا والصين وعندي محور المقاومة راني معاه، حتى يعني نجيبهم طابق مفاوضات ونقلب المعادلة ونقص هذا الضغط على بلادي. كذلك يجب حاجة مهمة جدا، هو العمل على أن تكون دبلوماسية هجومية. يعني دائما نقول ما عندك دبلوماسية هجومية. المشكلة تاعنا في الجزائر وشين هي ناس؟ المشكلة تاعنا يا بيعرف الشعب الجزائري، أن السفير تعطيه 14,000 دولار في الشهر، سبنا لا باش يقري ولاده، وكلش باطل، لاجزونس باطل، السيارة باطل، ولا مرة دافع على ملف الجزائر، وفي كمل العهدة تاعو يشري دار في فرنسا ولا في إسبانيا ولا ذاك، ويكمل حياته ثم الجزائر وش عينها بحق. فهمني يعني هذا راح إخفاق وزيد إخفاقات مو إخفاقات، يعني ملف الليبي، الملف المالي، تواجدنا يعني كيف نحن في الاتحاد الإفريقي يا سيدي؟ احنا في الاتحاد الإفريقي احنا متواجدين، عندنا محافظ السلم والأمن في إفريقيا وهو دبلوماسي جزائري. كيف قبلنا وتسلت المغرب ودخل الاتحاد الإفريقي، وبعد ذلك المخزن تاعها كان أقوى من مخابرات الأمن الخارجي تاعنا، استطاع كيفاش خرج لك الدول العربية وأفرق الجزائر من قوتها، رغم أن أكثر المانحين والمساهمين في الاتحاد الافريقي هي الجزائر. ويعني بالنسبه لك يعني ربما اقول لابد من اعاده النظر حتى في التصورات التقليديه للدبلوماسيه. يعني كان عندنا دبلوماسيات الدفاع عن الحركات التحرريه في السابق، وكان يعني فيه والله ما نملك اليوم ما عندناش حتى تصور. مصيبه هذه في 20 سنه، مش من 20 سنه، من التسعينات. انا دائما المرحله الانتقاليه تاع التسعينات اقلبت الجزائر رقبه راسا على عقب. خرجت الجزائر من محتواها، يعني هذا باش تبو زاد جات 20 سنه تاع بوتفليقه، هذه زاد دمرت كلش. اليوم لازم تكون عندنا اعاده، انا نقول لك اعاده نظر في وزاره الخارجيه وفي التوجه تاعنا في التكوين نتاع السفراء نتاعنا وفي المحاسبه تاع السفراء نتاعنا. يا اخي السفير انت اللي شاري عليك تكري له دار وتقري له ولاده وعنده سياره عنده امكانيات، 6000 دولار تكفيه في الشهر. في بلاد في ازمتها تعطيها تقريبا 20,000 دولار ولا 25,000 دولار في الشهر على حساب دوله. شنو حال السفير عندك؟ شحال دبلوماسي؟ شحال قنصل؟ شحال كذا؟
راهي اموالك 13 جزائري وفي النتيجه ما عندك ولا شيء، كل القضايا تهرب لك من يدك. يعني تنشيط الاليه الدبلوماسيه كفيل باعاده، انا نقول لك اعاده النظر في الدبلوماسيه بها بافرادها بوسائلها وامكاناتها وتصورها حتى التكوين، اعاده النظر في التكوين. اللي ما عندوش واحد ما عندوش غير على الوطن، ما نحتاجش يكون سفير انا باش ندي ولادك. انا ماشي نجيب الناس قال روح دير بالي رتلات دي تقاعد مليح دير لك فرنسا وكمل حياتك فرنسا. انا تحدثت ولي سفير ارجع للجزائر وسكن في الجزائر قاعد ولادهم اللي ولا ولادهم رجعوا. يا اخي انا لماذا انا نصنع في اعداء الجزائر بدراهمي ضرب شعب جزائري؟ انا ندفع في الاموال بالعمله الصعبه من اجل دفاع المصالح ومواقفي، واذا به ما عندي حتى مصلحه دافع عليها وحتى موقف دافع عليه. واليوم هذه النتيجه امام الشعب الجزائري كله، ان كل العالم العربي قاعد جاء صف مع المغرب، ان افريقيا دوله بعد دوله اللي تخرج وتعترف بالمغربيه الصحراء وفي في القضايا نتاعها. يعني كل ما انجزناه ذهب راح هباء المبثل. هذا غير مقبول، هذا لازم تحاسب عليه الناس، لازم محاسبه تاع الناس. هذا غير مقبول، اموال كبيره انفقت انفقتها من الضرائب تاع الشعب الجزائري ومن من مداخيل تاع الشعب الجزائري راح الناس هذو، وفي النهايه باعوا الوطن وباعوا القضايا وانتهى الامر. هذا الواقع نشوفوه حتى ورانا مخطئين يا اخي. عادت النظر تجديد ما بقاش. اليوم رانا في عصر الرقمنه، تبدلت كتب مفاهيم، لازم تغيروا والا ذهبت رحنا. تحدثنا وقلنا ضيعنا الملف، ملفات كثيره من بينها الملف الليبي ومن مالي، حتى في مالي ايضا كان فيه اتفاق مصالحة في الجزائر، ولكن في النهاية الجزائر لم تستطع متابعة هذا الملف لتجسيده وما زال يراوح مكانه، وكانت الجزائر لها مسؤولية كبيرة في متابعة الملف وإيصاله إلى نهايته. ولكن الآن الجزائر ربما حتى فترة الحراك كانت ربما جعلت الجزائر تنكفئ على نفسها وتحل مشكل مسائلها الداخلية، وهذا ربما ضيع لنا كثير من الوقت، إضافة إلى الوضع الصحي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لمدة تقريبا 7 سنوات الذي جعل يعني الدبلوماسيين تاعنا تتراجع كثير. يعني والحضور تاعنا كان يعني دعني أقول لك أنا بالنسبة لي الدبلوماسية هي التزام مثلها مثل العسكرية. سنونجاجمون لا دبلوماسي سنونجاجمون، إما تابع لوطنك إما انتهيت. إذا أنت تدي دراهم وتمثل الشعب الجزائري، الدولة الجزائرية دولة ملايين شهداء، لأن هاي قوتنا احنا، نحن كنا قبلة الثوار دولة الشهداء. كيف أنت تروح سفير ثم وسفير يحكموا مرته تسرق وسفير يدي ولاده يبلاصيهم؟ هذا غير مقبول. ما هي السمعة التي قدمتها لليلة. يعني هذا غير مقبول. ما تحماش حتى رئيس الجمهورية، لا حتى رئيس الجمهورية كامل كان الجيش راقد في دياره. هذا الجيش كان يوقف الحدود ورفع واستطاع من 2014 بعد ما تسلم السيد فريق رحمة الله عليه قايد صالح ملف الإرهاب. شفتم 2014 كيف الأسلحة كانت تدخل في الإرهاب، كيف غلقنا على الإرهاب، كيف منعنا امتداد الإرهاب في الجغرافيا الجزائرية اللي كانت ملتهبة من ليبيا. ما تنسوش باللي اليوم الخطر زاد الضعف، لأن علاش؟ تذكروا كنت في 2015 2016 2017 كنت كلمت التلفزيون قلت يا جماعه كاين 4000 داعشي راهي في ليبيا ولا واحد ضربها، لا امريكا اللي متواجده ثم، لا القوى التحالف، لا اوروبا، لا الدول العربيه ثم. لمن موجهه؟ موجهه الجزائر. قلت لك عندنا حوالي 1000 من المرابطين على 7 كيلومتر من الحدود الجزائريه الليبيه، قلنا نصر الاسلام والمسلمين. زاد فرنسا مؤخرا طريقه 200 ارهابي جزائري. يعني يا جماعه نحن في سيناريو السوري بمطور من اجل الجزائر. كيف اليوم انت الدبلوماسي هذا اللي ما تكونش عنده السباق للدبلوماسيه الماليشيه والامن الخارجي، ما هي؟ هي ان يكون عندك المعلومات تكون سباق لردع ووضع خطط لتكسير خطط العدو. احنا اليوم رانا في غفله، الشعب ما على بالوش اش صاير الحقيقه، هذه ما يعرفهاش الشعب. ذكرتني بالعلاقه مع الشعب فيها في المده الاخيره في افتتاحيه مجله الجيش، كان فيها حديث عن ان التهديدات التي تحوم في هذا المن في الاونه الاخيره تستدعي تشكيل جبهه داخليه، وايضا ان الجيش الوطني الشعبي يعتبر معنيا كما ذكر في افتتاحيه معنيا بهذه التهديدات ولو انها ربما تقع خارج الحدود. يعني ما هي قراءتك كعقيد سابق يعني لهذه الافتتاحية وما جاء فيها؟ يعني شوف أقول لك أنا يا سيدي، دائما الدول عندما تتعرض إلى أي هزات أو ضربات أو تهديدات هذا من الطبيعي أن يكون هناك يعني التئام للجبهة الداخلية. ولكن يجب أن نفهم ما هي ما معنى الجبهة الداخلية وكيف نستطيع أن نجندها. هذا هو المهم، ليس بالخطابات والشعارات أو الكتابات. الجبهة الداخلية أن تفهم شعبك وترفع الغبن عن شعبك وتتقرب من شعبك. نعطيك مثال، انا كان طرح قلت لا لما تجي من المؤسسه العسكريه يعني هذا النداء. شوف المؤسسه العسكريه لا شوف
كان الأولى يكون يعني ليس المؤسسة العسكرية، المؤسسة العسكرية كان تعطي الوضع ما هو. نعم. أما النداء لازم يكون من الواقع أن النداء جاء في مجلة الجيش اللي هي لسان المؤسسة العسكرية. لا، النداء كان يكون عند رئيس الجمهورية، قائد على القوات المسلحة. نعم. أو وزير الدفاع ربما للوضع الصحي للرئيس. لا، ولكن مع ذلك كانت تعطي الوضع والشعب والسياسيين وصناع القرار في الجزائر. عندنا رئيس حكومة، عندنا وزارة، وزير الإعلام، عندنا هذو من كانوا يتبنون هذا الطرح ويقومون. ولكن نقول لك تقنيا وواقعيا، إما أن نعمل من أجل رص الجبهة الداخلية، إما نعم. أن نكون الهروب الأمام. نعم. رص الجبهة الداخلية يا أخي أنا كنت أعطيت رأيي فيه وقلت بصراحة إذا أردنا أن نرص الجبهة الداخلية لازم نلغي هذا الدستور اللي ما اتفقش الجزائريين، نوقفوه. لازم نحل الحكومة دي الحكومة الديمقراطية والتكنوقراطية اقتصادية باش اللي أكبر تحدي تتكفل بالقضايا العاجلة. أكبر تحدي اللي راح يواجهنا هو الأزمة الاقتصادية الخانقة. نعم. العالمية، والجزائر مع انهيار أسعار البترول أصبحت خانقة. وأنا دائما عندي مفهوم يقول هناك الدولة القوية والدولة الضعيفة. ما تقدرش تكون دولة قوية والجيش جيش قوي. دولة قوية بالمؤسسات قوية والشعب متلاحم معها. إذا تبني لا جيش ما تقدرش تبني البنيان على أسول بيلي طلع باطمة بأسول بيلي. طيب شفنا في المدة الأخيرة بخصوص اللقاح مثلا، اقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، شفنا فيه في تضارب بين وزير الصحة ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي وأيضا أعضاء من اللجنة الوطنية لمتابعة الفيروس. في تضارب حول أولا ما هو نوع الفيروس، عفوا نوع اللقاح الذي نقتنيه ومتى نقتنيه وأي إلى غير ذلك. فيه تضارب في حين أن المفروض يكون فيه موقف ويكون في ايضا يعني اعتبارات دبلوماسيه وغير ذلك في هذا الجانب. دعني اقول لك عندما تتخلص الجزائر من المصلحه الضيقه، لان كل واحد راه يمثل مصلحه معينه، اجنده تاع الدوله. نعم. ويجيب من عندها وعنده لابارتي ويكون واقعيين. نعم. اذا ما تخلصناش من هذا الشيء. نعم. وفكرنا في الجزائري انا، وهذا ربما ينسحب على كثير من القطاعات. كثير قطاعات، هذا هو الواقع. انا اقول لك اعطيك مثال نتاع الكشف البي سي ار. نعم. كيف البي سي ار يجيك مدير الصيدليه العامه واش يقول لك تبع منيح، يقول لك يكلف 2000 دينار وراح يولي 1000 دينار. وعلى برا نديروه ب 1200 و1500. نعم. يعني ها تقبل انت جزائري، هذو سميهم جزائريين لليوم في الازمه الخانقه يمتصوا اموال الشعب الجزائري. نعم. نعم. راه عندنا مشكل كبير، عندنا ناس مشكل اخلاقي ربما، اخلاقي كبير، ناس مازال. نعم. تمص الشعب وخير الشعب حتى واحنا في اشد في انواع الازمه الحاجه وغيرها. نعم. الصحه. لذلك انا كنت تكلمت لازم البي سي ار هذا سودو فقط المركز الصيدليه المركزيه. نعم. ويكون بالمجال الشعب الجزائري، لان الصحه العموميه من ما مسؤولي من الدوله هي الاستراتيجيه. ما نعطيش انا رجال اعمال باش يجيبوا، لان الواحد يجي مستقبل 2000 دينار ويبيعوا ب 1200 ولا ب 1400 في نهار واحد، لا كومود ما هبطهاش من الطياره ورديت فيه، رديت منه ملياردير، غير مقبول هذا سيدي. نعم. بعد الحراك وبعد الحوب حبينا نبنوا الجزائر الجديده. لازم نكونوا صريحين، لازم الشعب الجزائري يعرف الصراحه، الصراحه تبني الوطن، الواقع اللي يبني الوطن. اذا كانت الناس مازالت عندها الجشع تمتص في الشعب الجزائري، في خيرات الشعب الجزائري، وما تخافش ربي في الشعب الجزائري في عز الازمه حابه تجمع اموال، هذا غير مقبول ولا نقبله ولا نسكت عنه، نتكلم، لان الساكت عن حق الشيطان اخص. ذكرنا هذا المثال في السياق الحديث عن العلاقات الخارجيه للجزائري، لانه ما عندناش ايضا حتى يعني استقرار في توجهات السياسه الخارجيه اللي خلانا ربما حتى تنعكس على هذا المساله، مساله اقتناء اللقاح، لان ايضا ليس فقط الاعتبارات الصحيه التي تدخل في الامر، وانما حتى العلاقات. احنا مثلا كان عندنا علاقات مع الصين منذ بدايه الازمه الصحيه، مع روسيا كان فيه علاقه تضامن، وكان فيه وايضا مع روسيا، ولكن في ايضا من يتجه إلى اقتناء لقاحات أخرى ربما من باب المصلحة، من باب الأجندة كما ذكرت. هذا هو المشكل اللي عندنا احنا. نعم. إذا اليوم ما عندناش رؤية استراتيجية. نعم. وعندنا خطط منهجية نتبعها من الوطن، ما دام البلاد هذه مسيطرة على أصحاب المصالح
تبقى الذات لن تتقدم قيد أمولة للمستقبل. نبقى دائما راح إصابة جاء إصابة واحدة أخرى بطرق أخرى تزيد تجمع الأموال وتبقى جزائر هكذا. حتى غياب الرئيس الآن أكيد غياب الرئيس في غير وقته، لأن السياسة الخارجية راهي في يد رئيس الجمهورية. أنا أقول لك رئيس الجمهورية عليه إعادة النظر في الدبلوماسية الجزائرية من ألف إلى ياء بأشخاصها، بتشريعاتها، بتكوينها، بالأولويات نتاعها. رانا نصرفوا أموال كبيرة راح تروح، يعني لابد من حركات دبلوماسية واسعة. أنا قلت لك كيفش نسموها فورة في الدبلوماسية الجزائرية تاعنا. نعم. اليوم فورة الجزائرية مازال فورة. نعم. تنقلب. أنا أقول لك يجيك وزير يقول لك اللي محب روح ماذا بيه كذا بعثوني سفير. خطير جدا. كين سفير وزير بيروح سفير بيدير 14000 دولار بيعيش حياته على حساب الشعب الجزائري. يعني حقنا مسؤول مستوى وزير يفكر في مصلحته ومصلحة ولاده. ما يخمش في الجزائر، هذا شيء خطير جدا. اذا اليوم الناس احنا وعلى مدينا دمنا بكري، وعلى شباب جم فوق التسعينات راح دفع خطا طير رجله وطار ذراعه. لذلك اليوم وما قال، واليوم ساكي كيطالبوا بحقهم تواجههم بقوه وتكذب عليهم ولا تستغلهم. يا ناس خافوا ربي، هذ الناس هذو اللي خذوا مثال وقدوه، هذ الناس اللي ضحاوا من اجل الجزائر. لو نتحدث باختصار عن التهديدات المتربصة بالجزائر، شوف كيف تحددها أنت بحكم خبرتك في تحليل هذا؟ شوف أنا نقول لك اليوم عندنا خطر، هي إسرائيل بالجوار. إسرائيل راح تتواجد، راح تتواجد بعد أيام في راح تتواجد في المغرب. راحت القاعدة توجد فيها الإمارات في موريتانيا. عندك السعودية توسطت بها تدخل النيجر، وعن قريب سيكون في النيجر وفي ليبيا. نعم. لأن طرفي الصراع. نعم. في ليبيا وأيضا هناك تركيا أيضا. إيه طرفي الصراع. نعم. تركيا مع إسرائيل علاقات دبلوماسية، والطرف الثاني في الصراع في ليبيا هو حفتر مع الإمارات ومصر. لذلك إسرائيل راح جاية. نحن اليوم حطوا في بالنا بنا إسرائيل مش راح تكون، راح يكون الموساد ويكون معه كيف نقوله خبراء عسكريين. أنا نقول لك تبدأ اليوم إدارة الإرهاب وتسيير الإرهاب. ما تنسوش ياخذوا يعرفوا نقاط الضعف تاعنا والثغرات تاعنا بالساتل بالاستطلاع. نعم. في حدود الطياره بدون طيار، ويدخلنا الارهاب لالهائنا وتفتيتنا من الداخل واضعاف الجيش تاعنا واستنزاف قدرات تاعنا والاقتصاد تاعنا اللي راه منهار. لذلك اليوم نعرفوا ان التهديد تهديد وجودي اليوم باتم معنى الكلمه، لان مشروع الشرق الاوسط الكبير، تقسيم الدول العربيه الى دويلات، الجزائر هي اخر حلقه بعد ما دمروا العراق وسوريا واليمن وليبيا. هي هذا دور الجزائر. لذلك نكونوا فاطنين. وانا نقول لك ما تقدرش تروح تواجه التحديات هذه بما هو موجود اليوم، لا دبلوماسيه في المستوى، لا اداره في المستوى، لا وزراء في المستوى، مستحيل. لازم اليوم اعاده النظر في كلش باش نوجه ما هو تحديات خطيره اللي تواجهنا. لازم تكونوا على قدر. وانا نقول لك كلمه، والله عندنا اطارات قادرين يرفعوا التحدي وقادرين يديروا ما داروا اجدادهم، انه يواجهوا الحلم الاطلسي وفرنسا وكل الدول هذه. والله لن تقاس الجزائر، ولكن اعطوها رجالها، خطوها من الفرصه. اعطوا فرصه للرجال، الكفاءات. نعم. اللي همشتوها. نعم. ولكن همشوا فيها. الجزائر قد تصنع المعجزات، عندنا. نعم. كل الطاقات، كل الكفاءات، كل التكوين. لماذا الجزائري كيكون هنا ما تعطوه، هو اللي يروح الخارج يبدع؟ خلوه هنا يبدا تشوف كيفاش يدير نقله في الاقتصاد والسياسه. ونتصور أن الاتحاد المغاربي الذي انطلق في 1989 نجح وذهب بعيدا في الاندماج المغاربي، هل كان ربما ما نعيشه اليوم يحدث، أو ربما ستكون لعلاقة المغرب مع إسرائيل تداعيات خطيرة على البلد؟ أقول لك أولا نكون صريحين، نخرجوا من العاطفة ونتكلموا بصراحة. نعم. لأن هذا المشكلة. نعم. عشنا طول حياتنا بالصراحة. نعم. العربي لا تستطيع قيام باتحاد مغاربي إذا ما كانش كاينه دولة قاطرة. شوف اتحاد أوروبي كان قاطرة في فرنسا وألمانيا. ألمانيا. نعم. جبدت. إحنا ما كانش، كلها دول كحيانة فقيرة مش قادرة حتى تلبي طلبات شعبها. لذلك اليوم أنا كان في الطرح نتاعي لازم يكونوا دولة قوية اقتصاديا بأن نحن نكون قاطرة. إحنا مطالبين باتحاد. بغض النظر عن هذا، عن قاطرة وغير ذلك، يعني هناك من يقول بأن لو كان في اتحاد مغاربي وفي اندماج وفي حركة حرة للتنقل، هذاك دخلك إسرائيل. لا انتظر سيدي، شو باش نفهموا حاجة. نعم. ما عندها حتى علاقة اليوم اتحاد المغرب العربي ما كانش يكون، لأن هناك صدام وما كانش أفكار. دائما نقول لك كلمة، إذا ما كانت دولة قاطرة، إذا ما كانت دولة على الأقل عندها اقتصاد قوي ليجذب ليه الناس، ما قدرش مستحيل. ما شوف هذه الفكرة تحبت حتى الاتحاد الإفريقي نفس الشيء. لا الاتحاد الإفريقي لو عززنا جنوب إفريقيا والجزائر والنيجر، هذا اللاكس هذا لو
تعزز وعرفنا كيفاش ماشي دبلوماسيين تافهين اللي يجيو لك ملف كيما هذا. ناس كل عندهم لينوفاسيون، عندهم تجديد ابتكار، ابتكار عندهم ابتكار باه يقدر كيف يصنع من هذا المحور قوي ويكون يستقطب الدول الاخرى. ما انت سيدي الحكم يقبض الحكم ما يخرج منه، ما عندناش ديمقراطيه ما عندناش حريه، كيفاش تستقطب الاقتصاد تاعك منهار؟ 1000 مليار دولار كليناها وما درناش حتى قفزه نوعيه، ما حتى انطلاقه اقتصاد ما كانش. لذلك ما نكذبوش لبعضنا، كاين واقع عشناه، اما ان تكون او لا تكون، اما تبني دولتك يعني باقتصاد قوي، والاقتصاد قوي بعد ذلك راح يسمح لك بها تكون دوله ديمقراطيه. فينا شوف باختصار عفوا، هل هذه التطورات ترشح المنطقه والجزائر على راسها الى تغيير تام في الخريطه الجيوسياسيه، في التكتلات؟ الجامعه العربيه الان في خبر كان كما يقال، الاتحاد الافريقي ايضا مهدد ربما بالتفكك وغير ذلك، الاتحاد المغاربي غير موجود، وانت اقترحت منذ قليل ان يكون عندنا شراكه متينه مع الصين وروسيا، ويعني الجناح المقاوم ربما لغطرسة الغرب والولايات المتحده الامريكيه على راسها. هل ترشح ان يكون لهذه التطورات ربما تاثير كبير على الجو السياسي؟ شوف المنطقه مقبله على تغيرات جذريه في التحالفات، وما تنساش بلي اليوم المنطقه ليست كل الدول في المنطقه لا يملكون قرارهم السيادي. نعم، نحن اضعنا الفرصه اننا ضيعنا النيجر وضيعنا مالي. نعم، ما ممكن لا كان ولا بد يكون عندنا تواجد قوي لدعم، لانه عمقنا الاستراتيجي بخرج انهاء يمرح ويضع. نعم، كذلك كان ولا بد علينا في ليبيا. نعم، انا كنت تكلمت يعني حتى تونس ما عندناش علاقه يعني ما عرفناش، ومشي ما عرفناش، ربما ما عرفناش، ربما كانت اعازات، كانت من يدير ملفات من خارج مصلحته ما تمسوش مصالح خاصه. أنا دائما اتكلم عن فرنسا لان هي اللاعب الاساسي. نعم، التقليدي في المنطقه على ومنع الجزائر في اي شيء يديره، وهذا بتواطؤ الجزائريين. بدأت فرنسا بوحدها تواطؤ الجزائريين داخل عندنا الوطن اللي دمروا الوطن وكانوا في مناصب في مسؤوليات. لذلك انا دائما اتكلم يا سيدي المنطقه مقبله على تغيرات كبيره جدا، لان اليوم عندك فرنسا راها في الساحل، عندك امريكا في الساحل، عندك اسرائيل في المحيط في الجوار تاعك كامل. لذلك اليوم المنطقه راحه التفكك، وين تدخل اسرائيل كالسرطان، لان اسرائيل تخلق الفتن والمشاكل في الدول وتلحقها الى ما لا تحمد عقباه. لذلك احنا اليوم اذا ما كناش لازم إعادة النظر حتى كذلك في الأجهزة الأمنية تاعنا، في استراتيجية تاعنا مستقلات اليوم غيروا استراتيجية تاعنا دبلوماسيا أمنيا وداخليا، وهذا مهم جدا، والاقتصاد تاعنا يكون على رأس الأولويات. نعم، وإلا لن تبقى لنا تبقى الجزائر كما عهدناها، وإن شاء الله ونتمنى ولا نتمنى ذلك أن نكون مخطئين في ذلك. لا نتمنى ذلك، ولكن يجب نأخذ بعين الحسبان باش نفهموا أن أرض الشهداء هذه لازم نحافظ عليها، لأن ماتوا عليها أبوابنا وأجدادنا، ولازم نحافظها، وماتوا أبنائنا وخوتنا في العشرية السوداء. وهذه هي الوصية التي نختم بها، ونعمل وصية إلى أن نلقاكم مجددا المشاهدين الكرام. نشكر لك سيادة العقيد على هذه المعلومات والمعطيات القيمة وهذه التحليلات. إلى أن نلقاكم مجددا المشاهدين الكرام، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.